عليه بطلبتها الذي ترمى المحكمة عدم إمكانية استمرار العيش بينها والمدعى عليه وتطمئن لثبوت واقعة الزنا في حق المدعى عليه وهو ما يتحقق معه السبب الموجب لتطليق الزنا المدعى عليه. طب الحكم النهائي اهو مش كده تبع الدين ماشي في صح؟ عدم طعن كمان وفي شهاده بعدم حصول استئناف ان هو ما استأنفش الحكم. غير كده كمان الانبا بولا استدعى الزوج وقال لازم يجي واعمل مواجهه ويقول قدامي ان ده حصل ام لا. فطبعا الزوج جه وحضر بعد ما اتصلوا بيه كتير وما كانش رافض ان هو يجي. فطبعا بعتوا له عن طريق اب كاهن وجه واعترف بواقعة الزنا قدام الانبا بولا. الانبا بولا اتهمه بالجنان. قال له انت مجنون، ان واحد يقول على نفسه كده اكيد انت مجنون، فحتى لو هو مجنون انا يبقى من حقي ان انا ما اقعدش معاه. ده على كلام الانبا بولا. بس فطبعا قال له اخرج من قدامي عشان انت هترفع ضغطي. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي دافع عن نفسك؟ انا عايزك تتكلم، دافع عن نفسك، قول لي ما عملتش كده. قال له لا انا عملت كده. قال له لو ما خرجتش بره هندهلك الامن يطلعك بره. جيت اتكلم قال لي بقك ما يتفتحش، مش عايز اسمع صوتي خالص، اطلعي بره وما اشوفش وشك هنا تاني. وملكيش عندي حاجه. ليه؟ وملكيش عندي حاجه. ملكيش عندي حاجه. رغم ان هو في اول الكلام قال له انت محترف على نفسك ان انت زاني وانا ليا حكم المحكمه وانا هنفذ حكم المحكمه. المحكمه تقول ان انت زاني يبقى انت زاني، ان القانون فوق دماغي. الانبا بولا بعد كده هوت قال الكلام دوت وقال له اطلع بره انت خلاص كده هوت. ده الحوار بينك وبينه؟ لا، الانبا بولا رفض اي كلام ما بيني وما بينه. وانتهى الموقف على كده خالص. انتهى الموقف على كده. بعد كده الانبا بولا سافر. جه بعد شهر بتصل بالمجلس، الاب كان ماسك الملف اسبوع اتنين تلاته، الانبا بولا تعبان، الانبا بولا مش هيشوف حد، الانبا بولا مسافر مش موجود. طبعا طب الانبا بولا مش فاضلنا، قاعد بيعمل ايه؟ احنا عايزين حد يتفرغ لنا. الانبا بولا اسقف طنطا، لكن ما ينفعش ان هو يبقى اسقف طنطا ورئيس المجلس الاكريكي. رئيس المجلس الاكريكي ده لازم يبقى حد فاضي، ويا ريت يكون حد مش راهب عشان ما يحكمش علينا بالرهبنه. هو حكم على نفسه انه يكون راهب لكن ما يحكمش علينا بالرهبنه. احنا عايزين حد يفهم قانون، حد يحكم بالقانون وبالدين، لكن هو ولا بيحكم بالقانون ولا بيحكم بالدين، يبقى ايه هو صفته؟ هقف معاك عند هذا الجزء واروح لاستاذ اسامه فرج، احكي لنا الحكايه. في بداية كلامي هستشهد بقول قداسة البابا شنودة اللي تعلمنا من فمه المباركة الكثير. فأحد عظات قداسة البابا شنودة بيقول أن التباطؤ في رد الحق للمظلومين هو الظلم بعينه. قبل ما أتكلم في موضوعي، كل الناس اللي مقهورين اللي بقالهم سنين، اللي بقاله 11 سنة و12 سنة و8 سنين، وبنت في رعيان شبابها زي الأستاذة ميري، التباطؤ في رد الحكم ليها او في رد حقها اربع وخمس سنين، هل ده ظلم ولا مش ظلم؟ مين اللي المفروض انه يرد الميري وغيرها وغيرها وال 300 الف دول الظلم اللي واقع عليهم؟ مش عارف دي في بدايه، وانا برضك بستشهد يعني بستفسر زي سعادتك. بالنسبه مشكلتي انا مع الكنيسه سعادتك، انا اتجوزت في يناير 2010. عقد ممكن اعرض المستندات ولا ده بعد كده سعادتك؟ اتفضل طبعا. عقد الكنسي اي حد بيروح يتجوز بيتجوز بالبطاقه، بطاقتي وبطاقه الزوجه. بطاقه الزوجه حضرتك مكتوب فيها انسه. والعقد الكنسي وبرضك نفس الموضوع ونفس التلاوه ونفس القصه ونفس الماساه بتاعه كل منكوب الاحوال الشخصيه. ان بيكون الاب الكاهن له صله قرابه او معرفه بالحد المحايد له. تمام. في حين ان اساسا الانجيل نهى عن المحاباه. الانجيل نهى عن المحاباه. العقد الكنسي مكتوب فيه سعادتك بكر. ومضيت يوم الاكليل على ان الزوجه بكر. جيت بعد عده اشهر علشان استلم عقد الزواج المدني بعد ما الاب الكاهن يوثقه. فوجئت ان كلمه بكر اللي انا مضيت عليها مطموسه. مطموسه طمس غير طبيعي يعني. الطمس مفضوح ومتعدله لكلمه مطلقه. وكلمه لم اضيف ليها نون وعين علشان تصبح بدل لم يسبق لها الزواج بقت نعم يسبق لها الزواج. هل في حاجه في اللغه العربيه اسمها نعم يسبق لها الزواج؟ الذي قام بالتغيير. انا عايز اشوف هوريه معلش لو سمحت. بالاضافه انه اضاف بيانات تصريح الزواج للزوج السابق بخط مغاير، يعني العقد الجواز معمول بثلاث خطوط سعادتك. طيب وريني دي الواجهه ودي الظهر سعادتك.
قانونيا وقع. دي تم تغيير فين الحاجات بقى؟ اهي يا فندم. دي هنا كانت انا ماضي على بكر. هل في عقد ما ينفعش يبقى عقد شقه يعني حتى سوري في اللفظ. برضون بقت ايه؟ بكر طمسها بقت مطلقه. انا ما انا هي ما تطرش جدا. هي ما تطرش لبكر طيب. ولا مطلقه؟ لا 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 بص واضحه جدا جدا خدها على الهوا. كانت البكر هي واضحه وبعدين متغيره وبقت المطلقه. مطلقه وفي الخلف المطلقه. وفي الخلف. معلش خلينا نشوف التانية. كلمة لم اتضاف ليها نون وعين. دي بقى دي بقى اقوى بكتير يا سمير لو عايز تاخد دي. فقرر الزوج لم يسبق لسه في الاقوى. طيب ده يوم المفاجآت. فقرر الزوج لم يسبق له الزواج وقررت الزوجة. لم بقت ايه فجأة؟ اللم اهي واضحة جدا. لم اهي بصوا يا جماعة بصوا لم دي تعديل مفضوح. اتحطت النون فوق. بصوا شايفين بخط مغاير الحكاية. واضح جدا ان خط مغاير بقت. نعم النون اتسرقت. لا انا احب اللعبه الحلوه حقيقه. انا احب اللعبه الحلوه. حريف خليها اهي اهي. و بيانات تصريح الزواج اللام بقت نون. نعم معوجه. نعم جايه من فوق العين. اول مره اشوف عين تتسحب زي لام. سبحان الله. اكيد لما الناس الكبار اهالينا الكبار لما قالوا اللي يعيش يا ما يشوف اكيد يشوف. وهتشوف سعادتك منطق تاني هنا. نعم يسبق لها الزواج. وبيانات مش قادر انطق. بيانات التصريح بتاع الزوج السابق مكتوبه بخط مغاير. العقد مكتوب بثلاث خطوط مغايره. طب ايه يعني تنويع تنويع تنويع. تمام. فبعد ثلاث اشهر لما رحت استلمت العقد ده هوت. طبعا هي اول ما وقع في ايدي العقد دهوت لمت حالها ومحتلها وجريت. تمام سعادتك. رحت للاب الكاهن. بس انت اكتشفت الحقيقه بقى من نفسك اصلا بس بعد كام شهر. تمام سعادتك. احنا ماشي. بيعتمدوا اللي دايما بيخشوا على غش سعادتك بيعتمدوا ان ايه ان مفيش طلاق في الارثوذكسيه. خلاص شيله وشلتها. انتهى الامر. تمام سعادتك. رحت المجلس الإلكتريكي بدون الاطاله زي اي حد. مماطله واطاحه وعدم رد مفيد نهائي. نهائي. رحت جبت صوره طبق الاصل في 19/6 من الدفتر اللي موضوع في المحكمه اللي هو بتقر الماده 74 في الاحوال المدنيه ان هو لا يجوز نهائي. ده قانون يا فندم. ان هو لا يجوز نهائي ان هو يقوم فيه بالتعديل او الاضافه الا بحكم محكمه او بتصريح من اللجنه الثلاثيه. مين هما اللجنه الثلاثيه؟ فلان وفلان وفلان. يعني احد الرئاسات في المحكمه. تمام سعادتك. ده في 19/6 فوجئت ان هي مكتوبه بكر في الدفتر بتاع المحكمه. ايوه هي بكر ولا مطلقه؟ انا مش فاهم ولا عارف. البكر اهي واضحه جدا وتحتيها خطين. ده في 19/6 على الهوا. طيب ماشي ماشي ماشي. مستأمني ليه؟ ما انا الحاجات كتيره انا دماغي خلاص. البكر هنا البكر. هو مين اللي يسبق مين؟ عقد ايه اللي يجي قبل ايه؟ لا العقد الكنسي ده انا بستلمه يوم الاكليل يوم الجواز عشان هو عشان كده ده العقد الوحيد اللي ما امتدتش ليه اي يد عبس. لان انا مضيت وطبقت حطيته في جيبي. ايوه العقود اللي بعد كده بقى يعني معاهم. تمام سعادتك. لما رفعت دعوه في مكتب النائب العام دعوه تزوير ضد الاباء الكهنه اللي حرروا العقود دهيت فقالوا لي طلع لنا صوره حديثه من نفس ورقه الدفتر الموضعه في المحكمه اللي هي لا يجوز ان اي حد يمسها باي مساس الا بحكم من المحكمه او زي ما شرحت لحضرتك زي ما هي او وضحت لحضرتك في الماده 74. فوجئت ان جنب كلمه بكر مكتوب صح المطلقه. دي في ورقه المحكمه الدفتر اللي موجود جوه المحكمه سعادتك. يعني ايه صح المطلقه؟ انا اللي عايز اعرف سعادتك. والله انا اللي بستفسر. شايفين يا جماعه احنا شفنا كام عقد دلوقتي مع بعض. دفاتر المحكمه سعادتك. البكر صح المطلقه. تعبير جديد نحته جمله جديده في اللغه العربيه. الدنيا بخير. الجدير بالذكر حضرتك هو لسه في جدير؟ يا فندم أتفضل. الجدير بالذكر ان انا رحت استعلمت عن الاحوال في الاحوال المدنيه عن الزوجه. لقيتها متسجله على الكمبيوتر ان هي متجوزه اتنين وادركت تعديلات على البطاقه بتاعتها في النص ولم تدرك سبق زواجها. يبقى اساسا ده في عمد علشان الـ 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 الاخ المقبل يعني الـ 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 الفريسه المقبله. يعني في عمد ان هي تروح تعدل في سنه 2006 على البطاقه بتاعتها
المؤهل بتاعها وما تثبتش سبق طلاقها يبقى في عمد. ايوه طبعا. تمام سعادتك. وفاجأ ولما رحت النيابه في صفحه 15 دي عشان ما اطلش على حضرتك، الاثنين الاباء الكهنه اعترفوا ان هم قاموا بالتعديلات بعد توقيعي. اعترفوا في تحقيقات النيابه. بيقول له ما قولك في تاريخ ذلك التعديل؟ انا مش متذكر التاريخ تحديدا. وهل من ثمة اجراءات تم اتخاذها حيال ذلك؟ انا قمت بتعديلها مع نفسي. يا فندم السطر 6، انا قمت بتعديلها مع نفسي. طيب ده اعتراف واضح، انا قمت وهل سمت اجراءات؟ انا قمت بتعديلها مع نفسي، ده رد واضح. ها وفاجئ ان المحضر اتحفظ وبيانات البطاقه اللي هي ادخلت بيها عليا الغش خدت فيها غرامه 200 جنيه في حين ان الماده 52 في قانون الاحوال المدنيه بيقول اللي بيستخدم مستند ويدخل بيه الغش في عقوبات بتقع عليه، هي خدت غرامه. انا بستفسر دلوقتي ايه الايد القويه الرهيبه اللي فوق القانون وفوق العداله وفوق كل حاجه اللي خلت ايد مين بقى معرفش امتدت لجوه الدفتر اللي موجود جوه المحكمه وعدلت وغيرت، والايد اللي خلت كل المستندات دي تتعدل بعد توقيعي بدون اي اجراءات رسميه ومع ذلك يحفظ المحضر. ايد مين الرهيبه دي اللي ليها سطو على القانون والقضاء والحريات؟ دي ايد رهيبه قوي لازم نبص لها. دي ايد اقوى من امن الدوله، ايد اقوى من امن الدوله اللي كانت بتقهر وتعتقل وتعمل مجازر. بعد اذن حضرتك، هل اللي بيحصل دلوقتي لكثير من منكوبي الاحوال الشخصيه بضياع سنين من عمرهم لا يقل عن القتل؟ ما يقلش عن القتل. انت بتقتل هنا روح وانت هنا بتقتل عمر. انت بتهدم اسره، بتهدم نفسيه، 7-8 سنين مهدد كيان 300,000 راجل و300,000 ست، مين اللي له مصلحه؟ في تعليق هنا هو بعد اذن حضرتك لو تسمح لي، لما الاستاذه ميري بتقول له يعني امشي غلط ولا اسلم؟ قال لها روح اسلمي. انا النهارده واقف هنا ليه حضرتك؟ انا واقف هنا في كتير جدا بيتهمونا ان احنا ضد الكنيسه، بالعكس احنا مش ضد الكنيسه، احنا بنرفع عن الكنيسه الحرج. بل بالعكس احنا ما زلنا متمسكين بايماننا. الاستاذه ميري لو ما كانتش متمسكه بايمانها كانت سمعت نصيحه الاب الكاهن اللي قالها روح اسلامي او امشي زي ما انت عايزه تمشي. لكن لولا ان هي بتتمثل باثناسيوس لما قالوا له العالم كله ضدك يا اثناسيوس، قال لهم وانا ضد العالم. احنا بنقول اهوت وبنعلنها من هنا، احنا ضد كل اي حد يزجنا بره قطيع المسيحيه. وهيجي اليوم زي ما الكتاب بيقول ويل للرعاة الذين يبددوا ايه غنم رعيتي. الرعاة اللي مش واخدين بالهم من ولاد المسيح ومن ولاد الكنيسه دول هيجي اليوم اللي ربنا يسالهم عن الرعيه اللي عاملين يزجوها بره قطيع الرب. النهارده كل اللي بيحصل دهوت حضرتك ما بينتجش عن اتنين. انا معايا كذا وقع، انا بعمل بحث اليومين دولت من قلب ارشيف اكتر من جريده. كل القهر اللي بيحصل زي الاستاذه ميري، القهر اللي بيحصل لما بيرجع بين كل زوجين بيرجعوا بيحصل ايه حضرتك؟ لما ما بيلاقوش اي مفر. لا بتحصل جنايه زي ما نازل في مصر اليوم امبارح، واحده قتلت جوزها، وفي قبل كده حادثه في اسكندريه، وعندي 39 حادثه والحصر مستمر وهحصر حالات اكتر من كده. كل دول حالاتهم سعادتك قهر من الرياسه الدينيه. انا لا بقول الكنيسه لان الكنيسه هي جماعه المؤمنين. أنا مش ضد الكنيسة، بالعكس أنا متمسك بالكنيسة إلى آخر نفس في عمري. ولن يتمكن أحد بالزج بيا بره الكنيسة. أنت أيا ضد كان. ضد تصرفات أشخاص. بقول جملة صح؟ الرياسة الدينية. الرياسة الدينية. الرياسة الدينية. والرياسة الدينية مش كلها، أفراد. هل كانت الحكومة كلها فساد؟ لا. الدكتور عصام شرف ما كان من الحكومة قبل كده، وهو إنسان اسمه عصام شرف وهو يمتاز بالشرف. تمام. الاب الكاهن اللي قال لميري ده هي تروح اسلامي ولا امشي زي ما انت عايزه تمشي، هل حضرتك تعتمد اب كاهن؟ اب زي ده انا ما اقدرش اقول عليه اب. كلمه اب دي، هل الاب الذي يروع ابنائه بالكلاب المتوحشه ده اب؟ ابونا القمص يؤنس كمال منزل في مصر اليوم بيقول ان اللي يطلب محاكمه ابوه يبقى قليل الادب، والاب اللي يروع نازل